البنات، وهي هذه الطريقة اللي قلت لكم قبيلة في ديك الفيديو. قلت لكم زيت الحلبة والجنجلان هاد الطريقة كيفاش غديروه بحال هكذا مدة أسبوع، إن شاء الله غادي تبان لكم النتيجة. هو راه كيجبد الوجه، هانتوما كيف ما كتشوفوا هاد الباسكات طبيعيين، ما تخافوا يتحرق لكم لا وجهكم ولا حتى شي حاجه. زيت الحلبه والزيت ديال الجنجلان، ها انتم كيف ما كتشوفوا كتخليو اسبوع واحد كيبان لكم الفرق في وجهكم. تحاولوا كدهنوا على البشره كامله.